ملمح الشباب كمان دكتور معتزل، انه يعني انا شفت شباب واقفين في طوابير، واحنا كنا دايما بنشكو من انه الشباب هم الاكثر عزوفا في الاستحقاقات الانتخابيه كلها من قبل 25 يناير وامتدادا، واحنا كنا دايما بنحاول نبحث الاسباب ليه. شفنا ان الدوله اهتمت خلال الفتره اللي فاتت بالشباب على مستويات كثيره جدا، تمكين الشباب، تدريبهم، تطوير مهاراتهم، الاستثمار فيهم، دعوه للحوار المفتوح معهم من خلال عدد كبير من المنصات. شفت ازاي فكرة مشاركة الشباب حتى لو كان بنسبة صغيرة اكتر، لكن هو بنسبة اكبر من قبل كده، والسبب في ده ايه من وجهة نظرك؟ وهل يعني خلاص دي بقت سنة حميدة؟ هل خلاص الشباب هيشارك في كل الاستحقاقات المقبلة؟ بصي، هو كتوجه عام عالمي الشباب هي الفئه الاقل مشاركه، مالهاش علاقه بمصر، الكلام ده اوروبا، اليابان، كوريا، يعني الشباب عاده الناس اللي بتشارك اكبر فوق سن ال 40 على طول، ده تخطى مرحله الشباب ويبقى ليه مع الدوله علاقه، ما عايز الحزب ده يكسب علشان الحزب ده مش عارف يحل له مشكله التامين الصحي. الشباب بيبقوا الفئه اللي حاسين ان هم يعني يقدروا يحلوا مشاكلهم بنفسهم، مش محتاجين الدوله في حاجه، وبالتالي القضيه. لكن احنا في مصر في يعني خصوصيه جيده شويه، الا وهي انه فعلا زي ما حضرتك اشرتي، الدوله بقى لها فتره بتديلهم اهتمام عاده ما كانوش بياخدوه قبل من كده. بص تلاقي والشباب يطلع ويقول ويحكي ويرغي ويقدم وجهه نظره، احيانا بيبقوا مثقفين قوي وتحس ان انت في المعيه كده، واحيانا بيبقى شباب بسيط جدا تعليمه على قده لكن بيقول وجهه نظره. هم كمان خدوا مساحه، كمان ادوا لنفسهم هذه المساحه من خلال السوشيال ميديا، وكلموا بعض ويضحكوا ويهزروا ولا اخره. لكن لما بتيجي المساله للقضايا الكبرى في مصر، انا دايما بقول البلد دي في حاجه صح بشبابها، يعني احنا بنربي ولادنا، حتى لو احنا مش واخدين بالنا، بس احنا في النهايه العالم ده اللي هو الراجل اللي حضرتك وراكي ده، لا ليه دلاله، مش مجرد حته قماش يعني، لا العالم ده لازم يفضل مرفوع. احنا مهما حصلت خناقات وخلافات وصراعات، انا فاكر لما دخلت الجيش انا يعني طبعا كانت بهدله في البدايه، بس بعد مرور الوقت ابتديت تنظر، ايه ده، ده احنا بنعمل عمل جليل، يعني جزء جندي في جيش جمهوريه مصر العربيه، والعلم والقيادات ازاي بتبص للعلم، وازاي يقول لك واحد منهم يقول لك العلم ده في ناس ماتت عشان يفضل مرفوع كده. فاحنا لحد بعيد عندنا جيل من الشباب اكتسب حب الوطن، حتى ولو احنا في بعض اللحظات بص تلاقي حب الوطن ده يتراجع شويه في كلامه، انما ساعه الجد لا، يعني شوف انت في كاس في تنظيم الامم الافريقيه اللي جايه، الشباب ده هينزل ما هينسى، عارفه هينسى وجوده المادي، يعني ممكن يفضل يقعد يشجع منتخب بلده بالساعات، هو بيحب هذه البلد. هي كان السؤال اعبر عن حبي ليها ازاي؟ فبقت في طرق مختلفه، املي كمان ان يكون في اصلاح سياسي في الفتره اللي جايه، بحيث ان الاحزاب تنجح في انها تستقطب هذه الطاقه الرهيبه من الشباب، علشان في الاخر يقول لك انا بحب البلد دي بس انا بنتمي للحزب، وهعبر عن حبي ليها بطريقه بواقي. طيب